أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تايم أوت على قناة رؤيا الأردنية. البداية مع الأخبار المحلية، حيث يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم المران الأخير قبل أن يغادر غدا إلى بيروت لخوض مواجهة ودية مع مستضيفه اللبناني على ملعب بيروت البلدي مساء الجمعة، ويأتي ذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والتي يدشن مشوار فيها يوم الثالث من الشهر المقبل عندما يلاقي نظيره العراقي على استاد عمان الدولي، قبل أن يغادر إلى طوكيو لمواجهة نظيره الياباني في الجولة الثانية من التصفيات. وعلى صعيد متصل، قرر الجهاز الفني للمنتخب إغلاق التدريبات أمام الوسائل الإعلامية والجماهير والمتابعين، وجاء هذا القرار من الجهاز الفني بهدف إبقاء اللاعبين في دائرة التركيز، وخصوصا في ظل أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب من اللاعبين صب كافة اهتماماتهم بالتدريبات. لم ترحم قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم المنتخب الوطني، إذ وضعته في المجموعة الثالثة الصعبة التي ضمت إلى جانبه كوريا الشمالية وأوزبكستان وفيتنام. وجرت مراسم القرعة يوم أمس في دبي، وأسفرت عن مجموعة حديدية تعتبر الأقوى، وهي المجموعة الأولى التي جاء فيها المنتخب الإماراتي المستضيف واليابان وإيران والكويت، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الثانية منتخبات كوريا الجنوبية والصين وتايلاند والعراق. أما المجموعة الرابعة فحلت فيها منتخبات أستراليا والسعودية وسوريا وقطر. ومن المقرر أن تتنافس المنتخبات وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علما بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة ستضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب في تركيا العام المقبل. استهل المنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته لتصفية غرب آسيا التي ستقام في عمان خلال الشهر المقبل، حيث خاض الفريق حصتين تدريبيتين، واشتملت الوجبات التدريبية على الجانب الفني بصورة أكبر، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى تعزيز الجانب التكتيكي والبدء به مباشرة، ويعود ذلك للإطمئنان على الجاهزية البدنية، لا سيما وأن اللاعبين خارجين من منافسات الموسم الحالي. ويشار إلى أن المنتخب الوطني سيواصل تدريباته بواقع حصتين تدريبيتين يوميا ووفق خطة الاعتاد، وينتظر أن يتم تحديد موعد استضافة المنتخب الجزائري لخوض عدة لقاءات ودية، إضافة إلى تحديد موعد المعسكر التدريبي المقرر في تركيا ويسبق موعد التصفيات. انفرد فريق البقعة بصدارة فرق دوري أندية الدرجة الممتازة بكرة الطائرة مؤقتا بعد فوزه على نظيره عيرة بثلاثة أشواط نظيفة، وكان هذا اللقاء ضمن مباريات الأسبوع 17 لدوري الممتاز بكرة الطائرة، حيث رفع الفائز رصيده إلى 49 نقطة. ويترقب البقعة نتيجة مباراة اليوم التي تجمع الكرمل مع الوحدات لمعرفة وضع الصدارة بعد ذلك. وفي الجهة المقابلة أنعش شباب الحسين الأمال على حساب المحطة بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة ماراثونية، ليصبح رصيد الشباب 22 نقطة بانتظار مباراة الأسبوع الأخير للهروب من شبح الهبوط. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية تايم أوت. يمكنكم متابعتنا عبر الفيسبوك @رؤيا سبورتس ومراسلتنا على إيميل البرامج الرياضية. أما الآن مع آخر أخبار المال والأعمال وحلقة جديدة من برنامج الاقتصاد اليوم مع الزميلة المتألقة ليلى السيد، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.